خل اخوياي في البر واخوياي بعيدين عني. قام الموتر وطفى علي في ذاك الوقت والدعوة ظلام. ليل نظلم خرمس ما تشوف راحة يدك من الظلمة. لا 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 لا، واقوم يا طويل العمر وتلفت يمين وتلفت يسار. يوم والله اسمع صوت وراي يتحرك، والتفت وراي والقى ثلاث ثياب تنسود يروعون. وتلاحق على عمري ادور الموتر ابي ازبنه، ولا لو نجي هالسكان رحت عشا ليه. يا رجال والله ان سوالفك كلها خرط فخرطي، اسمع عن فال الوقت الحاضر اللي احنا فيه، ايش الحسي اللي ما ينبلع؟ عطنا بس سالفتك يا ابو مشعل. هي انا يا شيخ سنت من السنين رحنا للبر محل بعيد مثل محلنا هذا، وحنا طال عمرك جماعه نشهد وننزل، نقوم قبل صلاة الفجر وننوم عقب صلاة العشاء. نعم. وهاك اليوم يا طويل العمر توقفت الفجر، ولا والله على صوت مرة تهيجن. هذه السوالف الطيبة ما هي بقصصك، كلها اسبان وذباع. اي نعم. عطنا المرة هذه وش عندها من هيجان حقها. هيجن انها حق اسلوب العرب. المراد يا طويل العمر، المراد يا طويل العمر وانا اللي اسمع هاك الصوت واتجه، ويوم اني اتجهت نعم واحس ان المراه لحالها وجايه. لا 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 لا، وانا اللي اتبع الصوت يا طويل العمر والحق الصوت ورا الصوت يوم اني قربت يا طويل العمر، ولا والله شبه ذاك الانسان. ايوه، وشوي يوم اصله ويبعد عني، اصله ويبعدني مثل السراب، شوي يا طويل العمر ويتغير مكان الصوت ويبدأ يجي من وراء ومن قدام. لا 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 لا، من وراء ومن قدام، من يمين ومن شمال. لا 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 لا، ايوه شوي يا طويل العمر يوم بديت اسمع ضحكات المرأة من كل صوب ومن كل جهة، يمين ويسار فوق وتحت، وانا اللي والله يا طويل العمر ابدا انتفض ويقشعر شعر جلدي. اي نعم. اطلع الجنيه. اي سهلي، اطلع الجنيه، الله يجاورنا وياهم بالاحسان ان شاء الله. زين يا شيخ عدنان، احنا اليوم تعبنا وبذلنا جهد، ودنا تسمح لنا. يلا.